اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. النهارده جايبه لكم بقى لعبه القط الاميره في البيت ومعها البيبي ابنها ومعها السرير بتاعه. ايه ده، الله، اللعبه دي حلوه جدا. انا مشوقه جدا ان انا افتحها واوريها لكم من جوه. بصوا يا اصحابي، اللعبه دي صالحه للاطفال من سن 4 ل 10 سنين، وقود اللعبه 5146 من شركه بلاي موبيل. هنفتح النهارده اللعبه ونركبها مع بعض ونشوف قط الاميره دي. هنشوف بقى قط الاميره دي عباره عن ايه. بصوا يا اصحابي، اللعبه دي فيها سرير وكومودينو تسريحه وبيبي ودبدوب والبيبيرونه بتاعته وشمعه وسرير ملكي. هنفتح بقى اللعبه من ورا كده ونتفرج بقى عليها. بصوا، مكتوب ان هي شركه بلاي موبيل. هفتحها لكم دلوقتي نشوف الاجزاء بتاعتها كلها وكمان نركبها ونركب الاوضه الاميره الايه الفظيعه قوي دي. بصوا بقى، دي الاجزاء اللي معايا. اول حاجه دي الاميره مع الدولاب بتاعها، مع السرير قصدي، مع التسريحه، مع الحاجات الصغيره كلها معانا. ده السرير بتاع البيبي والسرير بتاعها، كل حاجه هنا موجوده جاهزه. وهنا بقى الناحيه التانية، ده بقى السرير بتاع الاميره نفسها. بصوا، متزين عليه ورد يعني جامد، حلو قوي، وبيقدر ان هو يستحمل نفرين، شكله حلو جدا. ومعايا هنا بقى كمان الاجزاء بتاعتي الصغيره، برضو هفتحها لكم واوريها لكم. كده ما فاضلش اي حاجه تانية في الجهاز في اللعبه غير الايه ده، الكومودينو الصغنون اللي لونه ذهبي. واو، حلو قوي الكومودينو الفظيع ده. اللعبه دي عجباني جدا، وعايزين بقى نشوف نركبها بقى. وسرير البيبي ده شكله عامل ازاي والايه. وهنا دي الورقه بتاعه التركيب اهو، انا هحط لكم اللعبه من ورا عشان يبان ان احنا هنركبها زيها بالظبط. ادي ده سرير البيبي، وده الجزء اللي بيتحط جوه اللي هو لونه بامبا. بعدين هنحط كده بقى ده الجزء اللي فوق، هنركب عليه التاج عشان ده بقى ايه سرير امير، بيبي امير، فعشان كده لازم يكون ايه عليه سرير ملكي. واو، بصوا شكل السرير بتاع بيبي فظيع ازاي، حلو جدا. وهنا دي بقى قصرية زرع للتزيين، هنركب عليها ورد صغير لونه بامبا اهو. بصوا، حطينا الورد بامبا واصفر، فيخلي شكل الأوضة حلو جدا. وده الكومودينو بقى بتاعي بالمراية بتاعته، الله، بصوا شكله حلو ازاي، كومودينو ذهبي. وهنا ده السرير، بتركب له الكفر اللي ورا اللي هو لونه ذهبي برضو، وعليه الورد الصغير ده، فشكله حلو جدا. كده بقى ناقص لي ايه، دي السجادة اللي بتحطها تحت السرير بتاع البيبي. وكده بقى فاضل لي ايه بقى تاني، فاضل لي كده الاميره بقى بتاعتي والبيبي بتاعها. ادي دي الاميره، واو، بصوا لابسه فستان لونه موف، شكله حلو قوي، وعليه التاج بتاعها اللي هو لونه ذهبي، الله، دي شكلها جميل قوي قوي قوي. يعني بقى دي لسه والده جديد بقى وامه تعبانه. بصوا بقى اللبس ده اللي بتحط فيه البيبي، دي الحماله بتاعته، يعني هي بتشيله بقى تحط البيبي فيه جوه وتقعد تمشي بيه. والبيبي عندنا بقى بيلبس برنيطه كده على دماغه، وبيقعد كده جوه ماسك في الحماله بتاعتها، هي بتشيله بقى وتقعد تمشي بيه في الاوضه كده. الامير بقى ابنها، الله، بصوا بقى ده، دي ترابيزه ذهبي جنب السرير بتاعتها، وهنحط عليها بقى الشمعه اللي لونها ذهبي. وفاضل لي بقى ايه، دي الفرشه بتاعتها الذهبي، فرشه الاميره. وهنا فاضل لي ايه بقى تاني، ده العقد بتاعها الذهبي. وفاضل البيبي بقى حاجته، عندي دي البيبيرونا بتاعته اللي تحط فيها لبن وبيرضع منها، وده التيدي بير بتاعه والدبدوب بتاعه اللي بيقعد يلعب بيه. نحطهم في السرير بتاعه عشان يكونوا جاهزين. بترفع بقى ايديها بتحط له البيبيرونه وتقعد تاكله بقى عشان هو جعان جدا جدا. ايه ده، البيبي طار. حطه ثاني، معلش،
متلاقوش، هو ما حصلوش حاجه يعني. نحطه بقى تاني وتقعد بقى ايه تشربه اللبن. انا معجبه جدا يا صحابي بقطه الاميره دي، فعلا شكلها حلو جدا. الله بصوا هي بقى قاعده على السرير شكلها حلو ازاي، وهنا دي البرفيوم بتاعتها. اتمنى يا صحابي يكون الفيديو عجبكم، بليز اكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم في الفيديو الفظيع ده، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. هتوحشوني قوي يا صحابي، باي باي.